النهارده هنتكلم عن درس مهم جدا في التأسيس. أنا عارف إن كلكم شطار وفاهمين، بس يعني هنسترجع لعل وعسى يكون في أشياء فايتاكم تعرفوها. خلي بالكم يا أولاد. تعال تعال تعال، واتس يور نيم؟ كم يا يوسف. اقرأ. بوك. تعال هنا. كم يا بوك؟ بوكس. بن. بوك يعني إيه؟ كتاب. بوكس كتب. ممتاز. بين بين قلم. بينت قلم. اما جمعنا الاسم زودنا له ايه؟ ها اس. يبقى الاسم العادي زي ما يوسف قال قدامكم يا اولاد، اما نيجي بنضيف له، اما نيجي نجمعه بنضيف له حرف الايه؟ اس. زي ما يوسف قال ايه؟ بوك بوكس، بين بينت، ضفنا له ايه يا اولاد؟ زي ما يوسف قال. Thank you يوسف، sit down please. طيب هما بيغير بين وبينت. طيب انا هقول انا طيب انا هقول لك على الاسم وهتجمعه، ماشي؟ واتس يور نيم؟ وما زال دور. دورس. sit down. stand up. ويندو. ويندوز. sit down. يس واتس يور نيم؟ انا عايزك تعلي صوتك. يوسف. ارم. Arms. Sit down, thank you. Ear. Sit down. Sit. Eyes. Eyes. Sit down. Ahmed, what's your name? Ahmed. Notebook. Notebooks. Notebook. Muhammad, desk. 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 Sit down. What's your name? Wall. Walls. Wall. 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 Sit down. يبقى زي ما قلنا الاسم العادي اما بني استنى بس الاسم العادي اما بنجمعه بنزود له اولاد اس. بوك بوكس. بين بينز. دور دورز. ويندو ويندوز. اكسلنت، ممتازين. ديسك ديسكس. ديسك. موبايل موبايل. نوز نوز. ear ears. eyes. excellent. كل قول ده. طيب خلي بالكم بقى في الكلمات اللي جايه دي. what's your name؟ محمد. watch. watches. watch يعني ايه؟ ساعة. ساعة ايه؟ يد. اما جاي معناه ان ايه؟ watch ولا watches؟ watches. زودنا ايه؟ ears. 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 لا هو بس. زودنا ايه؟ ears. sit down. طيب. من تاني مؤمن كلاس كلاس زودنا ايه؟ sit down. فودا باس نو باس 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 هتعلي باس باسز تاني باس 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 زودنا ايه؟ اسمك ايه؟ what's your name؟ محمود. بوكس Boxes. 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 Sit down. What's your name? Potato. Potatoes. مشرب. Sit down. خلاص حاجة هنا ولا خلاص حاجة. نحنا محاولين نمر اللي قاعد يزودنا إس إس ولا إس. إس. كله إس. يبقى لاحظ كل الأس. الوتش آخره إيه؟ يبقى الاسم ما يكون اخره سي اتش او اس اتش او اس او اس او نزود لها اس. ممتاز. هنزيد نتكلم بقى. طيب يبقى الاسم لما يكون اخره سي اتش او اس 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 اكس او او بنزود الاسم ايه عند الجمع ايه؟ زي كده واتش واتش كلاس كلاسز باس باسز بوكس بوكسز بوتيتو بوتيتوز. اكسلنت، ممتاز. خليكم مع بعض بس الوقت بس. طيب تبدا نشوف بقى. انا عايز بطل يقوم يقرا. قول يا يوسف. ستوري. سيت داون. ستوري يعني ايه؟ قصه. اما نيجي معها قلنا ايه؟ ستوري. اقرا ستورز. عملنا ايه؟ شلنا المويه وحطينا ايه؟ ايس. يبقى الاسم اما يكون اخر واي
ومسبوق بحرف ساكن بنشيل الواو ونحط اي زي كلمه ايه ستوري. ستوري مين اللي فاكر الحروف المتحركه؟ انا شايف هي الحروف المتحركه اي او يو. ممتاز. لو الاسم ده لو الحرف المتحركه دي اجت قبل الواي تضيف اس عادي ما تضيفش اي اس. اس مثال كلمة ايش؟ بوي. 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 لا ما ينفعش الإجابة نفسها. بوي. واحد بس كده. أنا. بوي. زودنا ايه؟ ينفع نشيل الواو ونحط اي اس؟ لا. نحط اس. لأن الواي قبلها ايه؟ يو. والأو حرف من حروف الايه؟ يبقى الاس يبقى لما يكون في واي الاسم آخر واي. مسبوق بحرف متحرك عندك جامع بنزود اس وعرفنا هي الحروف المتحركه يبقى الواي لو لا قبلها حرف من حروف ديني لو الواي قبلها حرف من حروف ديني اللي هي اي او اي او اي او 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 يو الحروف المتحركه بنحط جنب الواي اس بس. طب لو الواي قبلها حرف ساكن اي حرف غير حروف بتشيل الواي ونحط ايه؟ اي اس. طيب كي يعني مفتاح، كلمتها ايه؟ كيس. لان الواي قبلها ايه؟ حرف متحرك. اسمه ايه؟ ايه. واللي حرف من حروف متحركه، ماشي ولا لا؟ طيب خليكم معايا، بناء على هذا. طيب كلمة دي يعني ايه؟ يوم. كان معايا بايه؟ ليس. نزود اس ولا اي اس؟ اس. ليه؟ لان الواي قبلها ايه؟ الواي. طيب فاميلي؟ فاميليز. نشيل الواي ونحط ايه؟ اي اس. لان ال قبلها اللي هو ال من الحروف دي؟ لا. يبقى ساكن ونحط اي اس. ماشي شباب؟ خلاص يبقى احنا كده عرفنا امتى نجمع الاسم يا نضيف له اس وامتى نضيف له اس وامتى نضيف له اي اس وامتى نضيف له اي اس. لكن في اسماء اللي بنضيف لها اس ولا اي اس ولا حاجه ابدا. دي اسمها اسماء شاذه. اسماء شاذة زي اما نيجي نجمعها بن ايه؟ بنشوف الكلمة بتاعها زي كلمة ايه؟ مان. مان يعني ايه؟ مين. ينفع نقول مانز؟ لا مين. رجل رجال دي شاذة. طب ومن؟ ومن. ماوس يعني فار؟ ماوس. مايس. مايس. شايد على طول تبقى تشيلدرن. تاني اسمع لو ما عندكش اسمع صوت. اسمع عشان تعرف تنطق كويس عشان نخلص فطور على الاخر. يبقى في اسماء شاذه ما بنضيفلهاش اس ولا اي اس ولا حاجه ابدا. الاسماء ديني لازم تحفظها زي ما هي. زي كلمه ايه؟ مان. يعني رجل ما نقولش مانز. لا غلط. هتبقى ايه؟ مين. رجال. ومن يعني سيده. الجامعه ما نقولش ومنز نقول ايه؟ ومن. ماوس يعني فار اللي هو الفار. طيب ما نيجي نجمعها ما نقولش ماوسز. لا مايس. مايس. شايلد يعني طفل. شيلدرن. اما نيجي ما نقولش تشايلد نقول ايه؟ شيلدرن. خلاص شباب والى اللقاء في الدرس القادم ان شاء الله مع تحيات قناه مستر محمد الكشاوي التعليميه. ما تنسوش تعملوا ايه؟ لايك وشيرنج وايه؟ وتفعيل الجرس. باي باي.